معاكم كالعاده بايه اخبار النادي الاهلي. امبارح بالليل وصلت بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى نيامي عاصمه النيجر، طبعا استعدادا لمواجهه فريق سوني داب يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. بتضم البعثه 21 لاعب، هم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد رمضان، بيكهام، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج، صلاح محسن، علي معلول، احمد ياسر، ريان، اكرم توفيق، جيرالدو، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، ومحمد شكري، وسعد سمير. طبعا بعثه النادي الاهلي غادرت مطار القاهره الدولي امبارح في 3 عصرا على متن طائره خاصه، واستغرقت الرحله الى نيامي عاصمه النيجر ما يقارب من 6 ساعات. كلام جميل. وخلينا نقول كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ ده مدير الكره بالنادي ورئيس البعثه في النيجر كان حريص على متابعه جميع اجراءات الاقامه بعد وصول البعثه استعدادا للمباراه الاربع اللي جاي. وتابع عبد الحفيظ كمان اجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الاداري وتوفير هنا كل سبل الراحه للفريق. كان كمان السفير نبيل لمكي سفير مصر لدى النيجر كان حرص على استقبال البعثه فور وصولها للمطار هناك. لكن خليني كمان اقول لحضراتكم طبعا زي ما احنا متابعين ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو كلف برئاسه البعثه بعد ما كان يا كريم استاذ محمد الضماطي كان ايجابي في فيروس كورونا ربنا يشفيه. وكمان طبعا زي ما احنا عارفين كابتن قفشه ورامي ربيعه وعمرو السوليه وكمان 2 من الاداريين اصيبوا او كانت نتيجتهم ايجابيه، فان شاء الله يعني قريب نسمع كده ان هم النتيجه بقت سلبيه ويقومهم بالسلامه ان شاء الله. يا سهل الحال يا رب. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وجه الشكر الى الاستاذ عمرو الصحراوي المقيم في النيجر على المجهود الكبير الحقيقه اللي بذله مع بعثه النادي الاهلي وحرصه الكامل على التواصل والمتابعه من أجل إنهاء كل الترتيبات وتذليل كل العقبات والتنسيق المستمر معه منذ تأهل فريق سوني داب إلى دور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا. وكمان حرص الصحراوي على التواجد في مطار ديوري هاماني من أجل متابعة كل الإجراءات الإدارية مع بعثة النادي الأهلي وتسهيل خروج البعثة والتحرك عبر وسائل التنقل التي تم حجزها لتكون تحت تصرف بعثة النادي الأهلي خلال وجودها في النيجر ولحين انتهاء مهمة الفريق.